نبداو بهذا اللي اللي مشوي. بسم الله. خطير، واعر، في واحد البنة واعر. شوفوا هذا، واعر واعر البنة، كيجي زوين. جربوا وردوا عليا كيفاش جاكم. السلام عليكم البنات، كيما دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم مزيانه؟ ندوزو على بركه الله. بالنسبه للزعلوك ديالي او التكتوكه، كل واحد شنو كيقول لها، غناخذ واحد الكميه ديال الباذنجان، الفلافل، عندي الفلفله الحمراء والفلفله الخضراء، وخديت بعض الحبات ديال الطماطم، دهنتهم بشويه ديال الزيت، غير دهنتهم باش ما يتحرقوش ليا، وغادي ندخلهم للفرن حتى غادي يتشواو ليا مزيان، وعاد غادي نخرجهم. من بعد ما غادي نخرجهم غادي نقيهم، غنحيد لهم ديك القشره ديالهم باش تسهل عليكم انكم تحيدوا القشره ديال الباذنجان والفلفله ومطيشه. كتخشيهم في بلاستيكه باقين سخان، عاد كتحيدوا لهم القشره بسهوله، انها كتحيد ديك القشره ديالهم. غير هي نصيحه بالنسبه لذاك الماء اللي كيطلق الباذنجان والفلفله ومطيشه، ما تسيبوش، خلوه احتفظوا به، هذاك هو الماء اللي غادي يطيب فيه الزعلوك. صافي، انا غادي نخشي الطاوه ديالي ديال الباذنجان وديال الفلفله وديال المطيشه يتشواو، من بعد غادي نقطعهم. غير هي بالنسبه لهذا الزعلوك ان شاء الله انا غادي نطيبه في هذا سميتو في الطاجين. من الاحسن يطيب في الطاجين، انا كنقول سيميو انه يطيب في الطاجين، لانه كيجي واحد في واحد النكهه اللي خاصه، ماشي بحال ديال الطنجره. لان انا هنا غادي نعطيكم جوج الانواع ديال الزعلوك، بغيتو طيبوه في الطنجره طيبوه في الطنجره، بغيتو طيبوه في الطاجين طيبوه في الطاجين. صافي، من بعد ما تحمر ليا، من بعد ما تشوى ليا الباذنجان ديالي ومطيشه والفلفله، درتهم في الطاجين، غادي ندوز باش نقطعهم. الا لاحظتوا انه ها هو خلى ليا داك الماء، ما غاديش نسيب داك الماء، غادي نخليه. صافي، انا غادي نقطع الفلفله ديالي والدنجال والطماطم، وغادي نضيف لهم التوابل. بالنسبه للتوابل اللي غادي ندير انايا للزعلوك، سواء اللي طايب في اللي مشوي او اللي طايب في الطنجره، نفس العطريه اللي غادي ندير لهم بجوج. صافي، انا غادي نستمر باش نقطع الدنجال ديالي. صافي، ونتلاقاو باش نشوفوا مع بعض العطريه اللي غادي نديرو. صافي، هنا قطعت الدنجال ديالي، احتفظت بداك الماء اللي خلى ليا. بالنسبه للتوابل، غادي ندير بعض الحبات ديال الثوم، هنا درت تقريبا شي 4 ديال الحبات بالنسبه للكونتيتي اللي عندي. من بعد ما حكيتهم غادي نضيف القليل من السودانيه الحاره على حسب الذوق، غنضيف الملحه، حتى الملحه على حسب الذوق. صافي، وغادي نضيف التوابل الاخرى، غنضيف البابريكا او التحميرام، غادي ندير الكمون، غادي ندير الكركم او الزعفران. هنا كندير انا البلدي، كنطحنو على يديا. صافي، غادي ندير شويه ديال قليل من الربيع. صافي، وغادي ندير الزيت. هنا درت زيت المائده، درت غير زيت المائده، بغيتو ديروا خليط ما بين زيت المائده وزيت الزيتون اللي بغيتو. لا، انا هنا يا ربي درت زيت الزيتون ماشي زيت المائده، زيت الزيتون اللي درت هنايا. بغيتو نتوما ديروا خليط ما بين زيت المائده وزيت الزيتون، لكم الاختيار، انا هنا درت غير زيت العود. صافي، غادي نردو يتشحر ونتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي. هنا غادي ندوزو باش غادي نحضرو الزعلوك الثاني. بالنسبه للفلفله او الدنجال او مطيشه، ما غاديش نشويهم حتى شي حاجه، غادي ناخذهم غادي نقطعهم. بالنسبه للتقطاع، غتقطعوا على حسب الطلب ديالكم، اللي بغيتو تقطعوهم رقاق غلاض اللي بغيتو. كاين اللي كيخليهم رقاق بحال هكا، ما كيمعكهمش. انا هنا كنديرهم رقاق، من بعد ما كيطيبوا ليا صافي كيدخل فيهم الطياب، كنمعكهم، ما كنخليهمش هكاك صايمين. انتم غادي تشوفوا معايا الشكل النهائي باش تعرفوني علاش كنهضر.
بالنسبه للتقطاع كتقطعوا بشكل عشوائي، غير انا كيعجبني نقطع التقطيعه اللي ما عندوش الوقت يقطع بشكل عشوائي، يعني تقطعوها كطروفه كبار او طروفه صغار على حسب نتوما واللي بغيتو. انا هنا كنقطع طريفه صغار باش من بعد من كيطيب ليا صافي كيدخل فيه الطياب كنمعكو، كيجيني ساهل انني كنمعكو او كنفرمو او كل واحد وشنو كل واحد وكيفاش كيفهمها. مهم هنا غادي نقطع العناصر ديالي الدنجال ومطيشه والفلفل صافي، وغنطلقوا ان شاء الله باش غادي نشوفوا الشكل النهائي ديال الزعلوك ديالنا. كيف ما قلت لكم بالنسبه للتوابل غادي نضيف نفس التوابل اللي ضفت للزعلوك الاول، غادي نضيف الثوم، غنضيف القزبر والمعدنوس، غادي نضيف هذا سميتو البابريكا او التحميره، نضيف شويه السودانيه. مهم العطريه كامله اللي درت انا في الزعلوك اللي شويتو هي اللي غادي نديرها هنايا صافي. من بعد هنا ما قطعت الدنجال ديالي وما طيشه والفلفل صافي، هنا ضفت الثومه ما حكيتهاش، ضفتها هكا كصاينه. من بعد من غادي يطيب ليا الزعلوك ديالي غادي نمعكها معاه صافي. هنا ضفت التوابل العاديه اللي قلت لكم عليها اللي ضفت في الزعلوك اللي شويت صافي. غادي نضيف التوابل، غادي ندير الزيت. هنا ضفت مزيج ما بين زيت المائده وزيت الزيتون صافي، وغادي نردو ان شاء الله حتى غادي يطيب صافي ويتشرب ليا داك الماء ديالو. كيف ما قلت لكم راه ما كنزيد حتى نقطه ديال الماء، سواء في الزعلوك الاول او الثاني ما كنضيف حتى نقطه ديال الماء صافي. غادي نردو انا يطيب ومن بعد نطلق. شوف معايا البنات الزعلوك كيجا خطير، هذا اللي مدخن يعني هذا اللي مشوي في الفران، وهذا اللي طايب عادي في الطنجره. عرفتي هذا كتجي فيه واحد النسمه خطيره خطيره بزاف، جربوها البنات ما غاديش تندموا عليه. وشوفوا شوفوا لي التعليكه ديال هاد الزعلوك، هذه كتجي واحد التعليكه فيه من داك الماء اللي قلت لكم حافظوا عليه، هذاك الماء اللي طلق من التشوم حاولوا ما تسيبوش، حاولوا تخلوه باش هو اللي فاش غيطيب، راه ما كيتزاد ولا ما سواء هذا ولا هذا. هذه خذوها مني كفكره او كتجربه. طياب بصفه عامه اذا زدتي الماء فوق من القياس ما كتبقاش البنه. بالنسبه للزعلوك ما كتزادوا لا ما لا حتى شي حاجه، قطره ديال الماء ما كتزادوش. هذا كيطيب في الماء ديالو وهذا كيطيب في الماء ديالو اللي تشوى فيه. شوفوا لي البنات كي داير، خطير خطير خطير. شنو بان لكم تذوقوه دابا باش نقول لكم كيجا؟ انا عارفه كيجا، انا ديجا مجرباه. شوفوا لي البنات، شوفوا خطير خطير. كتزيدوا داك الخويط ديال زيت العود، يا سلام كيجي واعر. دابا غادي نمشي نجيب خبيز وغادي نذوق معكم الزعلوك. دابا غادي ندوزو لمرحلة التذوق، نبداو بهذا اللي مشوي. بسم الله. خطير واعر، في واحد البنة واعر. شوفوا هذا، واعر واعر البنة، كيجي زوين. جربوه وضعوا لي كيفاش جاكم.